لا يمكن أن يحسن الظن بالله من أشرك به، ولذلك قال إبراهيم لقومه قال فما ظنكم برب العالمين، وفي آيات إنطاق الأيدي وشهود الجلود على الإنسان والألسن قال وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم بربكم الذي أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ثمرة سوء الظن بالله عز وجل تنتج عنها المخالفات، عدم القيام بحقه جل في علاه، الوقوع في الشرك كما قال إبراهيم لقومه في فما ظنكم برب العالمين، وكما قال الله تعالى في عقوبة المشركين والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. فالمقصود أن سوء الظن بالله عز وجل يقابل حسن الظن.